وبحق من عمر بيعوف المعاصي من قلبي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبحلها ومن أنما أهد به الموت وخلص مولانا زوجتي من أيد الظالمين وعجل فرج مولانا دوري يا أرحم الراحمين وانتقم من أعدائهما يا منتقم يا جبار اللهم إن القوم الذين أنت أعلم بهم قد استعاذوا بغزو أنفسهم في مكرهم وخليقتهم وعنادهم وجهدهم وتجميلهم وحسنهم الذين آذوا مولاي زوجتي وأمتي منهم أمريكا وإسرائيل وبخاري وبروتي وإيروفاي ومن وجه كل من آذاهم وزوجتي يا منتقم يا جبار اللهم أمهم للبلاء غما وأمهم للبلاء غما وأمهم للأذى غما وارحم بهم لا معاد له وساعة لا مرد لها وأبي حريمهم وصل على محمد وعلى بيته عليه وعليهم السلام وإلى شرهم واغفر أمرهم واصرف عنا كيدهم وحرج كفهم وصد بابهم عنا وخشعة الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وأنت لوجود الحي القيوم بل خاب من حمل ظلما اصغوا بها ولا تكلمون